هاي جايز، انا جميلة من قناة جوجو فاشن. اليوم بسيلكم فيديو اللي هو تحدي الحلويات الحامضة. طبعا الحلويات الحامضة هذه انا جايبتها مستوردة واكيد حتكون مرة حامضة. فقبل بداية المقطع لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. ودحين حقول لكم اسماء الحلويات عشان اذا تبوا تشتروها ححط لكم صورها في اخر المقطع. ودحين حقول لكم اسماءها وعشان تشوفوها. اول واحدة واللي هي هذه اسمها سوك بولز، هذه هي او سموك بولز، شوفوا هذه هي شكلها. وثاني حلاوة جابس تابر، وثالث حلاوة والاخيرة هي سورتي دبليو واست، هذه هي. وطبعا ما ننسى لازم اهم شيء الصحن، عشان لو تفلنا فيه لازم انه ما نوسخ صينينا او شيء زي كذا. وانا حاسه الحلويات مره حامضه. ف طبعا في مشكله اليوتيوب الجديده لما حطيت زر الجرس ما راح تقدر تشوفه ولا اي فيديو من حقي، فعشان كذا اضغط بسرعه زر الجرس. ويلا خلينا نبدا المقطع. طبعا اول حلاوه اتوقع راح اجرب هذه، فيلا نجربها. اوكي انا فكيتها ودحين اوه مره من ريحتها باينه حامضه صح. فزي ما انتم شايفين هذه هي، شوفوا كيف لابسه شكلها تسك فمي. المهم هاخذ اللون الازرق وهذه هي تيجي زي كذا حبات صغار. طيب يلا يا مرة حامضة مصرع سالفة مزرعة طالع مصرع يويلي حتى استغني. المهم لا تنسوا بعد ما تاكلوا الحلويات والشوكولاتات لازم تفرشوا اسنانكم عشان لا يتطبق. لا يتطبق اوكي، فيديو مليان بالكلجات عشان لا يتصبغ اسنانكم باللون الازرق. انا كيف اسناني انا فبعد الفيديو لازم راح اغسل. ثاني حلاوة اللي هي ساور تشيبلي واست، اوكي هذه اتوقع انها احمر من هذيك ما ادري ليش. لا بس في البداية حامضة لكن في النهاية مرة حلوة. طبعا مكوناتها هي بالتفاح والليمون والحبحب كمان زي ما تقول حياة تانية. اوكي اللي هي هذه الحلاوة الأخيرة اسمها جابس تابر، يلا حافكها معاكم دحينة. اوه يا شكلها جميل. طبعا هذه كمان حبات جايز، ما تلاحظوا انه شو اسمه الحبات هذه اللي زي تيجي حامضه مره، فانا اتوقع دي كمان حامضه. راح اجرب اللون الاحمر او الاخضر، احس الاخضر طالع. مرة ما عجبتني، بجرب الحمرة بشغل كده طبعا. لا لذيذة لذيذة، كيف البداية طعمها شوية حامض لكن في النهاية تيجي طعمها فراولة لايك بس.
بما ان الفيديو شوية قصير راح اعطيكم كلمات بالانجليزي من الفيديو اليوم اللي حناخده. فاول حلاوة اللي هي تيجي حلاوة المصاص واللي هي اسمها لولي بوب. لولي بوب اوكي. والحلاوة اللي زكي تيجي اي يعني في لها اسمين واللي هي اسم سويت والتانية اسم كاندي وبس. ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت زي ما قلت لكم. وإذا ضحكتوا في المقطع انزلوا قولولي، وإذا جيت جربت الحلويات برضو انزلوا قولولي وبس. مع السلامة.